يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري تجهيز المزيد من المساعدات الإنسانية لإنفاذها للأشقاء الفلسطينيين عبر منفذ كرم أبو سالم، حيث تواصل السلطات المصرية تكثيف جهودها لإدخال عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. المزيد والزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. نعم، بعد التحية، هذه هي بوابة معبر رفح البري من الجانب المصري التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات، وأيضا كانت في الماضي في استقبال الجرحى والمصابين. وعلى الرغم من إغلاق البوابة من الجانب الفلسطيني بسبب تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة من الجانب الفلسطيني، لازالت مصر تفتح هذه البوابة في إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم. لكن لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من الشاحنات. فاليوم لم يتم دخول أي من شاحنات المساعدات أو الوقود، وعلمنا أن منفذ كرم أبو سالم هو إجازة اليوم، فلن يقبل أي من الشاحنات خلال هذا اليوم، على الرغم من تجهيز آلاف الشاحنات في الساحة الخارجية لمعبر رفح البري، والذي أشار إليها الاتحاد الأوروبي بأن هناك أكثر من 2000 شاحنة عالقة على الجانب المصري عند معبر رفح، ولا يتم دخول أكبر عدد منها بسبب العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بخلاف آلاف الشاحنات في مدينة العريش. ونحن لاحظنا أيضا تواجد ما يقرب من 6 شاحنات للوقود قامت مصر بتجهيزه اليوم للدخول لمنفذ كرم أبو سالم، لكن لن يتم دخول هذه الشاحنات، مما بالطبع يعني يفاقم الأزمات الكارثية والإنسانية داخل قطاع غزة والتي يتحملها بالكامل الجانب الإسرائيلي، كما تحدث وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الهامة بالأمس في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة. وهذه الكلمة التي تؤكد على المجهود المصري المتواصل في مطالبة الجانب الإسرائيلي بإنهاء هذه الإجراءات التي تعرقل دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، وأيضا ضرورة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لعودة النازحين مرة أخرى. هذه الأزمات أيضا تعود بأثارها السلبية على الأطفال، حيث أشارت منظمة اليونيسيف أن هناك أكثر من 3000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والقتل أمام أعين أسرهم بسبب قطع العلاج عنهم جراء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وإن لم تستأنف عمليات العلاج لهؤلاء الأطفال، فهم معرضون للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التي تعرض حياتهم للخطر، وينضموا إلى القائمة المتزايدة من الأطفال والبنات الذين قتلوا بسبب هذا القصف وهذا السبب. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.